السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد، ويا أهلا ومرحبا بكل الزوار الجدد لقناة عالم المرأة العربية. أتمنى أن يكون الجميع بخير. من خلال فيديو اليوم إن شاء الله أخواتي سأشارك معكم وصفة من أروع ما يكون، فيها كل ما تحتاجه المرأة. ماسك يعمل على تفتيح وتبييض البشرة، يزيل الشوائب، البقع والتصبغات، يزيل التجاعيد، علامات الشيخوخة المبكرة، العلامات التعبيرية والخطوط، يزيل الرؤوس البيضاء والسوداء، وأخيرا يزيل الشعر من الوجه بطريقة رائعة جدا ونتيجة على ضمانتي ناجحة من أول استعمال. الجميل في الوصفة أن مكوناتها بسيطة جدا وفي متناول الجميع. إذن قبل أن نتعرف على الوصفة أدعوكم بداية للاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس إذا أعجبكم هذا الفيديو. طبعا أتمنى ألا تبخلوا علي بدعمكم، لايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة. إذن أخواتي بالنسبة إلى أول مكون في الوصفة دعونا نبدأ بالسوائل. نحتاج بداية هنا إلى كمية من الشاي، يفضل يكون الشاي الأخضر. فبالنسبة إلى دور الشاي في هذه الوصفة، يعطي البشرة المتعبة والمرهقة نضارة وتوهج طبيعي، إضافة إلى أنه يعتبر من العناصر التي تفتح البشرة وتزيل علامات الشحوب كالهالات السوداء. طيب، هنا نأخذ مقدار ملعقة كبيرة من الشاي، نقوم بوضعها أو ننقعها في كوب متوسط من الماء إلى أن نتحصل على منقوع مركز. بالنسبة إلى الكمية أخواتي تبقى حسب المناطق التي ستستعمل فيها الوصفة. أنا استعملت تقريبا 6 إلى 7 ملاعق كبيرة من منقوع الشاي. كثاني سائل في هذه الوصفة سنحتاج كذلك هنا إلى عصير الجزر. نأخذ تقريبا حبتين من الجزر ونقوم ببشرها في المبشرة الناعمة، ثم نقوم بعصرها، نحتفظ بالعصير فقط. هنا عصير الجزر مهم جدا، خاصة لتلك البشرة الصعبة المنال التي لا يلائمها أي ماسك كان. كذلك بالنسبة لذوات البشرة الحساسة، يفتح البشرة ويعطيها انتعاش وتوهج. بالنسبة للكمية أخواتي تقريبا 4 إلى 5 ملاعق، سأقلب قليلا هنا. أخيرا بالنسبة إلى ثالث مكون، سنحتاج هنا إلى النسكافيه أو القهوة السريعة الذوبان، ودورها كذلك مهم جدا كونها تعطي تفتيح للبشرة، لكن لتفادي عدم توفر أي مكونات لدى أي أخت من الأخوات بإمكانكم تعويضه إما بالحليب المجفف أو تعويضه بالكركم، بشرط أن يكون كركم طبيعي خالي من أي إضافات. أول شيء سأقوم بإذابة النسكافيه هنا هكذا، وسنأتي إلى أهم عنصر في هذه الخلطة. سنحتاج كذلك هنا إلى ما يسمى بالجيلاتين، وهنا أخواتي أقصد الجيلاتين النباتي وليس الحيواني. فبالنسبة إلى الجيلاتين بإمكانكم الحصول عليه من عند محلات بيع المواد الغذائية. للأخوات في الجزائر هذا المكون يباع في محلات بيع مستلزمات الحلويات، يكون تماما مثل حبيبات السكر، ها هو أمامكم. فبالنسبة إلى الكمية سنقوم بإضافة تقريبا من ملعقتين كبيرتين إلى 3 ملاعق. هنا هذا الجيلاتين يلعب دور القابض للبشرة، مما يساعد على شد البشرة، حمايتها من التجاعيد، يشد الخطوط ويضيق المسام. وأخيرا أخواتي سيصبح لدينا سائل على هذا القوام. مباشرة وصولا إلى هذه النقطة سنأخذ أي كسرونة أو إناء عازل للحرارة، ونضع هذا الخليط في حمام مائي أو حمام مريم إلى غاية أن يذوب. لكن أخواتي حذاري أن تغفلوا عليه، لا بد من التحريك المتواصل حتى لا يلتصق بقاع الإناء. إذن أخواتي في الوقت الذي تكون فيه الخلطة على حمام مائي لا بد أن نحضر البشرة بواسطة مقشر طبيعي، ولكم أن تستعملوا ما هو متوفر لديكم في البيت. حسب تجربتي الشخصية أفضل مقشر الأرز من أروع المقشرات، لوحده سيعطي تفتيح ونضارة وإشراقة طبيعية للبشرة. بإمكانكم كذلك استعمال مقشر القهوة. فمبدئياً سنبدأ في إضافة كمية من الأرز
وسنحتاج بالمقابل إما إلى الحليب كامل الدسم. بالنسبة إلى الحليب أخواتي، يفضل لو يكون دافئ حتى يساعد على فتح المسام. كما يمكنكم كذلك استعمال الياغورت الطبيعي لتقشير البشرة، فسأستعمله هكذا بارد. كما قلت يفضل دافئ. بهذه الطريقة نخلط جيدا هكذا، ونقوم بوضعها على البشرة، بشرة الوجه والرقبة واليدين، أي منطقة سنستعمل فيها الوصفة نطبق المقشر. نقوم بحركة دائرية لتتنشط الدورة الدموية ونزيل طبقة الجلد الميتة والمتصبغة تقريبا مدة 3 دقائق، ثم نتركها على البشرة تقريبا 2 دقيقة، ثم نشطف البشرة بماء دافئ حتى نبقي المسام مفتوحة. في هذه الأثناء سنأتي مباشرة إلى تطبيق الخلطة. إذن أخواتي، إليكم أخيرا أن تشاهدوا القوام النهائي للخلطة، ولكن هناك قوام معين تكون عليه الخلطة حتى تكون ناجحة. لتتأكدوا من أنها ستطبق وتزال بالشكل الجيد، نأخذ كمية من هذه الخلطة نطبقها على البشرة في حال ما إذا كانت سريعة النزول، يعني سائلة جدا، يعني غير صالحة. إذا ما لاحظنا في وضعها بهذه الطريقة تكون نوعا ما ثقيلة. إذن الوصفة صالحة للتطبيق في هذه الحالة، فسنأخذ أي فرشاة ونبدأ في تطبيق الخلطة بهذه الطريقة. هنا هي دافئة لذلك نوعا ما سائلة تقريبا، ولكن القوام مناسب. بهذا الشكل نطبق أول شيء طبقة تكون خفيفة، ثم نتركها إلى غاية ما تجف قليلا وتتماسك على البشرة، ثم نأخذ مجددا الخلطة ونقوم بتطبيق طبقة أخرى تكون أكثر سماكة. بهذا الشكل نركز على مناطق الجوانب هنا حتى تساعدنا فيما بعد لإزالتها بهذه الطريقة هكذا. إذن أخواتي، بعد هذه الخطوة سنقوم بتركها تقريبا لمدة نصف ساعة فما أكثر، إلى غاية ما تصبح جافة تماما على البشرة، ومن ثم نقوم بنزعها على شكل قشور تتطاير بشكل سهل وعادي جدا. بعدها نقوم بتنظيف البشرة بماء فاتر ثم بماء بارد لغلق المسام، وأخيرا نأتي إلى ترطيب البشرة. رطبوا البشرة بما هو متوفر لديكم، سواء كان زي جونسون للأطفال أو ماء ورد على الأقل. هذه الوصفة أخواتي سواء بالمقشر أو بهذا الماسك تطبق مرة واحدة فقط في الأسبوع لإزالة كل من الرؤوس السوداء والبيضاء، لشد البشرة وإزالة الشعر من الوجه. هذه الطريقة ستمنع ظهور الشعر بالمداومة أكيد. إذن أخواتي، أي استفسار أو أي تساؤل فيما بعد، ما عليكم فقط كتابة تعليقاتكم واستفساراتكم فسأجيب الجميع واحدة واحدة إن شاء الله. إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.